برافو برافو. ميرسي. اهو عامل لك الشاي ولا تعملين نفسك؟ عشان انا عارف ان انت ما ينفعش حد يمسك حاجتك بيه حاجته بيه صح. طب يلا. ولا طب ايه؟ انا هعمل ماشي. انا هعمل مش عارف ان انا لو عملته لك هتفضلي ماسكاه في ايدك مش هتشربيه. طب وانت هتشرب شاي؟ لا لا انا قاعد معاكي انا لسه. تمام يعني. يا حبيبتي. طب اوكي. في رايك يا سيفا في الكوتس اللي قريناها؟ الرجاله لما يكونوا ذكوريين زياده عن اللزوم ما ينفعش. وانا جايه ادافع عن الستات النهارده. وانا معاكي ادافع ست. عن الستات. وطول عمري بدافع عن الستات. ما هي مش حرب، هي مش حرب يعني. عموما يعني عاده لما حد ضيف بيجي لنا بنتكلمش على على الضيف نفسه، يعني احنا بنتكلم على الحياه العامه وبنتكلم على الـ يعني احنا بندافع عن وجهه نظر الرجاله. او انا بدافع عن وجهه نظر الرجاله، بس مع ان انا مع الستات يعني. رجاله معينين. اقعدي بقى اتفضلي. قولي. يعني في ستات في ستات تزهق، في ستات ما عندهاش مسؤوليه، بس كمان في رجاله كده. ده في رجاله ما عندهمش مسؤوليه خالص. طبعا انا معاكي في الموضوع ده جدا. في رجاله دلوقتي بقت يعني مش عايز اقول لفظ، بس هم اللي قاعدين في البيت والستات هم اللي بيشتغلوا وبيعملوا. دي تصدق دي ملهاش دخل، لان مثلا ايه عندك في مصر اكتر من 35% من المراه العاديه الغلبانه هي اللي بتعول. بتعول ليه؟ لان يا اما جوزها مات، يا اما عاجز، يا اما مش قادر، يا اما اتحال على المعاش، ودولت من طبقه قليله قوي. انت شايفه ان الست العربيه عموما مظلومه في حاجات المجتمع بتاعنا؟ في حاجات. بس احنا عندنا مجتمع ذكوري، ده بدون شك، ده اكيد بيحلل حاجات للراجل وما بيحللهاش للست. تبص تلاقي مثلا ان الست لما اي حد يتحرش بيها مثلا او حد يغتصبها تبقى مكسوفه انها تروح تقول الكلام ده، لان هي عوره في نظر المجتمع اللي هي عايشه فيه. في حين ان الست دي امك واختك وبنت خالتك وبنتك، هي اللي عملتك، وهي اللي عملتك وهي اللي جابتك وهي اللي ربيتك. فاذا راحت تقول انا تم الاعتداء عليا او التحرش بيا، يقولها لي يمكن كنت لابسه حاجه. لا ما انت مش من حق. بس في ستات بتعمل كده. البس اللي البسه. انت شايفه ان الموضوع ده بالذات يعني مش هنتطرق ليه قوي، بس يعني لو يعني بس يعني بوري لك في حته في حته مهمه جدا. انا هسالك عليه. دي حته انسانيه بحته. يعني ممكن يبقى مساواه باللبس. مساواه في اللبس، يعني الراجل مثلا يلبس اللي هو عايزه والست تلبس اللي هي عايزاه، ولا بيبقى فيه عادات وتقاليد بتاعت المجتمع؟ على حسب كل ست يعني يهمها ايه من العادات والتقاليد، يهمها ايه. هي عايزه تبان ان هي تبع العادات والتقاليد، ولا هي حره في نفسها، ولا انا حر البس اللي انا عايزاه بس ما حدش ليه دعوه بيا؟ طالما حره يبقى لازم تتقبل كل ردود الافعال. في بنات كتير جدا جدا في الشباب الجديد ما مش بيهمه ابدا الكلام ده. ما بيهموش. ما دلوقتي بقى كده. وممكن كتير. لو حد تحرش بيها تضربه تقطعه. هو كده كده هيحصل، لان انا مقتنع في الحاجات دي كما تدين تدان يعني بس. طيب انا دلوقتي واحد من الناس اللي بؤمن زي ما قلت لك قبل كده واحنا على هناك بالمساواه بين الراجل والست. بس في نوعيه من الرجاله، ودي كتير بقى يا سيفا، كتير قوي، بيعتبروا نفسهم ان الرجاله ده كائن يعني درجه اولى، والست كائن درجه تانية او ثالثه كمان. وجهه نظرك ايه في الموضوع ده عموما؟ ده شخصيه ما عندوش ثقه في نفسه اولا. ده من النوع اللي ما بيبقاش عنده ثقه في نفسه، وفي نفس الوقت عشان يبين ان هو شمشون الجبار يعني بيعمل كده، بيخلي الست يبص لها بشكل دوني او يعاملها بشكل دوني. الراجل اللي واثق في نفسه ما يشوفش حاجه احلى من الست، ما يشوفش حاجه اجمل من الست، ويعتبر ان الست دي نعمه في حياته. هما شايفين المنظور برضو مختلف، يعني هما ممكن يبقى شايفين ان الست دي اجمل حاجه في الدنيا، بس اجمل حاجه في الدنيا في منطقه معينه. انت فاهم انا بتكلم فين؟ هما وجهه نظرهم مش كده. سطحي موت. يبقى شخصيه سطحيه. يبقى معظم الرجال عندنا سطحيه؟ لا مش معظمهم، بالعكس. انت لما في ناس بتقدر الست، في رجاله بتقدر الست جدا وبتبص للست فيري هايلي، يعني لو كانت ست وفي العكس تشتغل يحترم شغلها ويحب ان هي تنجح ويشوف ان النجاح ده جزء من نجاحه. طب انت عايز تقنعيني ان دلوقتي يعني كنت فاكره في فيلم كان زمان اسمه مراتي مدير عام. طبعا. هل كان في الستينات ده كان احلى. هل لو انت في عالم افتراضي مش انت يعني مش يسرى، عالم افتراضي بس بشخصيتك،
تقبلي ان انت تبقي مديرة جوزك؟ انا قلت عالم افتراضي بس عشان تبقي براحتك. بس خلينا بقى نتكلم من اولها كده. من اولها كده اصل انا افتكرت شادية لما عملت البرتقانه وعملت روحها انها بتسمع الكلام. بص، ذكاء الاثنين لما يعرفوا يعاملوا بعض بقيمة كل واحد فيه. لا ده ذكائك في الرد على السؤال. أنا سألتك سؤال شخصياً رديت. طيب خلاص. أنا لما باجي أتكلم مع مثلاً واحد من النوعية الرجالة، أنا شايفهم مش هقول متخلفة بس شايفهم رجالة رجعية، إن الراجل فوق الست والكلام ده كله. هو فوقها ليه يعني؟ عشان إيه؟ هو من وجهة نظر، لا يعني أنا نفسي أفهم هو بيفكر في كده ليه؟ إزاي؟ التصنيف طبيعي، الطبيعة كده، الطبيعة. ولا علشان هو اللي بيجيب الفلوس عشان يربي العيال؟ طب ما هي اللي بتربي العيل، وهي اللي بتنظف البيت، وهي اللي بتشيل مزاجه الحلو ومزاجه الوحش، كل حاجه. طب ممكن اسالك سؤال؟ في عالم افتراضي. العالم الافتراضي كده؟ افتراضي طبعا. انا بص عشان عايز يهرب. عالم افتراضي، هل ممكن تقبلي لو انت متجوزه واحد يتجوز عليكي دانتيلا يعني؟ لا. لا مش هقبل. هقول لك ليه. في ستات ممكن تقبل وبتشوف ان ده حاجه عاديه جدا، وانا بحترم الست اللي بتعرف تعمل ده. انا يمكن انا هنا بحب نفسي قوي كست، انما يحقه حقه. بس كمان تعالي اديني حقي وزياده وروح اعمل كده. ده لو عرفت تديهولي، لانك مش هتعدل. مش هتعرف. والعدل مش بس فلوس، أعضاء. لا مش بس فلوس. يعني افرض ان في حد غني جدا يقدر يتجوز 4 ويعيشهم في نفس المستوى ويهنيهم ويسعدهم، هيحب الخمسة. انت فاهم قصدي؟ الراجل هنا زيها. هل الراجل بيشبع ولا ما بيشبعش؟ انا شايف. وهل الست؟ انا ما بشبعش. انت ككريم؟ لا عالم افتراضي بقى. عالم افتراضي. طيب خلينا بقى في الافتراضي. مش هتقدر على كلمتي. لا بص، ليه انت بتدي نفسك الحق انك انت ممكن تشبع، وليه انا ما كنتش مثلا ده انا مش بقى. مش عاجبني فيك حاجات كتيره لكن بلعها لك علشان بحبك. والله اقول لك على حاجه، يعني انا برضو لما اتكلمت مع وجهات النظر اللي اتكلمنا عليها دي، انا طبعا مقتنع معاكي جدا بالكلام اللي بتقوليه، بس بيبقى عندهم وجهه نظر ان الراجل غير الست في حته ان هو ممكن يحب واحده واثنين وثلاثه واربعه، انما الست بتحب واحد بس، وبيستندوا استناد غلط. احنا بندخل حاجات في بعض طبعا. ان الراجل بيتحق له ان هو يتجوز 4. طب لما بيتحق له ان هو يتجوز 4 ليه؟ اكيد مخلوق في حاجه. مش هتعرف تعدل. ما هو انت حقك اكيد مخلوق في حاجه غير الست. انت يحق لك انك انت تتجوز 4، بس مش هتعدل في 4. مش هتعدل. هتضطر ما تعدلش. لو كنت عدلت بغناك مش هتعدل بالعاطفه، ولو عدلت بالعاطفه مش هتعدل في العطاء، ولو عدلت شويه في العطاء مش هتعدل في حاجات كتير تاني. انت حتى لما بتخلف بيبقى عندك حد انت ضعيف من ناحيته اكتر من التاني، لكن بتحب الاتنين. ففي حته زياده ده بالنسبه للاب وبالنسبه للام كمان. طيب شكلي زهقتك. بالعكس خالص. والله العظيم بالخالص. انا قلقان من العينات اللي انت هتشوفيها. والعينات اللي انا هتخانق معاهم. بصي بقى هقول لك على حاجه، عشان لو ما عجبونيش هتخانق. انا معاكي والله العظيم. انا معاكي. طيب انا قلقان عليهم هم. ربنا انا قلقان عليهم هم. وهم قاعدين دلوقتي انا متاكد مش متوترين، لان هم برضو ناشفين. وحوش بس عايزين يشوفوا هيعملوا ايه. يعني هيعملوا ايه مع العقليه الفزه؟ ازاي يا جماعه احنا في القرن 21 وعندنا التخلف العقلي اللي احنا عايزينه؟ وعايز اقول لك على حاجه. ازاي؟ انا واحد من الناس المقتنع بالمساواه، ومقتنع بحاجه اسمها راس براس، الست زي الراجل في الحياه. ولازم احنا لما نقعد معاهم. اشمعنى الراجل لما يتجوز اجنبيه يبقى راس براس وفيها مساواه، ولما يتجوز ست شرقيه يبقى لا؟ ياخدها على قد عقلها ويضحك عليها. وجهه نظرهم قال لك يجرؤ ولا يجرؤ الراجل لو عايش بره يعمل كده معاه؟ عشان القانون بقى، دي قصه ثانيه. واخد بال سيادتك عشان ايه؟ دي قوانين. عشان بيخاف.
بيخاف. احنا عايزين نطلع نشوف بقى الناس دي بتخاف ولا ما بتخافش. احنا هنروح لهم كمان؟ لا هم احنا هنطلع نقعد في حته تانية وهنادلهم ويقول لك لحد عندك. افتكر كده انا معاكي بس انا عارف انت مش هتنزلي. طب يلا هاخد دي معايا ولو انا اتزنقت هطلع اجري.